كتير متقفلة، ناقصنا فهم ومقدرة عشان نفتحها ولو عليها كلوم. مشكلة ولا معضلة ولا لغة رقمات، تفاصيلها بسيطة مفاتيحها معاك. وإيه تاني تعوزه غير إن ابنك بكرة تشوف عقدك تطلع على ولدك لحسن يتطبع بطباعك تبقى انت الظالم وهو المظلوم. الحبايب مساء الفل عليكم في حلقة تاني من برنامج ابني ومفتاحه. مين الأحسن بقى؟ يعني هو نعلم ولادنا أن مين الأحسن؟ يعني المسيحيين أحسن ولا المسلمين؟ البنات أحسن ولا الولاد؟ طيب التخان أحسن ولا الرفيعين؟ يعني نعلمهم إيه في المنطقة الشائكة دي؟ يعني ده الساهل، لكن في حاجات تاني أصعب في أن نعلمها إزاي لعيالنا. لكن الموضوع محتاج الصراحة يعني انك انت تفكر من منظور مختلف. جبنا لكم غنوة بتتكلم عن يعني ايه مختلفين، وان ممكن هو يبقى شرق، واحد يبقى شرق وواحد يبقى غرب، وان في دعوات كتيرة غلط خالص بتقولك احنا واحد. لا على فكرة احنا مش واحد، احنا ملايين، واحنا شبه بعض. لا احنا مش شبه بعض، احنا بني ادمين. يعني احنا بني شبه بعض في اننا بني ادمين، لكن في الحقيقة 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 يعني احنا مختلفين. تعالوا شوفوا واسمعوا الغنوة دي، أنا بحبها جدا جدا جدا، اسمعوها وشوفوها كويس قوي، عشان بتقول إن ممكن واحد يبقى شرق وواحد يبقى غرب لكن نفضل نحب بعض. تعالوا شوفوا الغنوة دي معايا. هتجيبها كده هتجيلها كده، لا ما تحاولش دي هي كده، أنا وإنت اتنين واحد اتنين، مش نسخة واحدة لكن نسختين. مش عيب أكون طايش مجنون واتنطط وسط المطرة، مش عيب تكون عاقل رصيد وبتحسب أي مخاطرة، وأنا أحب أخد صورة سيلفي ولو تبوس ما فيهاش قضية، وإنت عايز تبقى صورتك في القلوب أفعال ذكية. أنا وإنت اتنين واحد اتنين، مش نسخة واحدة لكن نسختين. هتجيبها كده هتجيلها كده، لا ما تحاولش دي هي كده، أنا وإنت اتنين واحد اتنين، مش نسخة واحدة لكن نسختين. أنا قلبي عاشق قوس قزح، صوتي بينادي المرح، وإنت في الزمن الجميل نفسك تعيش لحظة فرح. إنت عاشق للغوامق للطرب وللهدوء، وأنا أحب أهيس في الأغاني وأفرح وأتنطط لفوق. أنا وإنت اتنين واحد اتنين، مش نسخة واحدة لكن نسختين. هتجيبها كده هتجيلها كده، لا ما تحاولش دي هي كده، انا وانت اتنين واحد اتنين، مش نسخة واحدة لكن نسختين. بس هفضل برضو جنبك رغم افكاري الشقية، وانت تفضل جوه قلبي بالشعور بالمسؤولية. مش عادي ابدا نبقى بعض، مش عادي نرد نفس الرد، بس الأكيد إننا قلبنا على قلب بعض. هتجيبها كده هتجيلها كده، مش نسخة واحدة لكن نسختين. مش نسخة واحدة لكن نسختين. مش عادي أبدا نبقى بعض، ومش عادي أبدا نرد نفس الرد،
وهتجيبها كده هتجيلها كده، ما تحاولش هي كده. الغنوة اللي فاتت دي بتقول الكلام ده. بص يعني انت ممكن يا عيني يا حرام تضيع عمرك كله علشان تبقى شبه الناس، او تخسر كل الناس علشان عايزهم يبقوا شبهك، ومش هتحصل. انا اسفة جدا، انا بحبطك، انا اسفة جدا، لكن مش هيحصل ابدا ان احنا نبقى نفس الشبه، لاني احنا مختلفين. بس في اسئلة كتير قوي عن موضوع الاختلاف ده، انا بقى عملت خبيثة كده وجمعت كل الاسئلة دي وسألتها للدكتور ماهر الضبع. نعلم ولادنا ازاي عن الاختلاف، ولو هم مختلفين اصلا فيهم حاجه كده مخليهم مختلفه، نقول لهم ايه؟ هيواجهوا ايه يعني في المجتمع علشان هم مختلفين؟ ركزوا قوي في الكلام المهم ده اللي جاي مع دكتور ماهر الضب، ونعلم ولادنا ازاي عن الاختلاف. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ انا مبسوطه ان احنا نتكلم تاني مع بعض. الحلقة اللي فاتت كنا ابتدينا عن موضوع الاختلاف، وحضرتك قلت حاجة فرقت معايا خالص. أنا كان أصلا سؤالي إمتى أبدأ أعلم عن الاختلاف، وقال مستنية من حضرتك تقول لي أول ما أكمل 4 سنين، لكن لقيت إن الموضوع فيه حتة مهمة جدا جدا جدا، وأنا يعني مش في مرحلة معينة أنا هقول لابني بص يا حبيبي هتشوف ناس مختلفة وإنت كمان هتبقى مختلف، لكن كمان لازم يشوفوني أنا من قبل ما أتكلم أنا كمان بقدر الاختلاف، ومش بعمل أي تحيزات لأي حد وأفرق بين الناس. ده لوحده تعليم وكلام، تمام كده؟ طيب في حتتين بيخوفوا في موضوع الاختلاف دول. أول حتة اني في امهات بتقول لا انا اخاف اتكلم مع ابني عن حاجات في الاختلاف ممكن تتوهه اكتر بصراحه، زي مثلا الاختلاف بين الاديان، لما يجي يقول لي ليه فلانه لابسه طرحه وانا وهي والبنت دي مش لابسه، ليه دخل حصه الدين غير حصه الدين بتاعي، فيخاف يتكلم عن اختلاف اديان او اختلاف طوائف في سن صغير لحسن الواد يتوه ويتلخبط ويقول مين الصح ومين الغلط والكلام ده. نعمل ايه في الحته دي؟ طبعا احنا ما تكلمناش على اختلاف الاديان غير يمكن ذكرناه كده في الحلقه اللي فاتت، لكن هو ده من اكتر انواع الاختلاف اللي بتسبب مشكلات ضخمه. فش كلام طبعا. يعني ان انا الاقي حد مستوى التعليمي مستوى الـ ادراكه لبسه مش عارف ايه مختلف عني، دي ولا حاجه يعني. اوكي خلاص يعني بنعديها بعد شويه، بتعدي بكلمتين ثلاثه اربعه كده، بتعدي بكلمتين ثلاثه وخلاص. يمكن الواحد حتى يتربى جواه شعور بالتعالي على الاخرين وبيقعد معاه العمر كله. يعني تاثيرها مش ضخم زي شعوري بالاختلاف الديني، لان دي اللي بيجي منها حروب، بيجي منها مصايب سودة ما فيهاش كلام. فالموضوع ده موضوع ضخم وعلاجه على مستويات كتيرة، ما فيش كلام. لكن البداية ويمكن من أقوى المؤثرات على أولادنا هي البيت في إدراكه إنه المختلف عنك في الدين ده ولا حاجة، هو عنده أسلوب آخر من عبادة ربنا، بيصلي بطريقة مختلفة، بيقرأ من كتب مختلفة، لكن إحنا بنحبه وهو جميل وهو هو كمان بيحبنا، ولازم نتعامل معاه بصورة كويسة جدا وما نقعدش نتجنبه، لأن التجنب ده البداية. هي نبتدي نقول لا يعني في المدرسة زي ما انت قلتي، أنا حصة الدين بقوا بعيدونا عن بعض، احنا عايزين نوصل لهم انه لا، عشان كده حكاية الدين اللي ينفصلوا عن بعض دي لازم يشوفوا لها، تخريجة طبعا. لازم يشوفوا حاجة يعلموها في المدارس بعيد عن الاسلوب ده، ان هم يبعدوهم عن بعض، نعلم الاخلاقيات. سوري يا دكتور، اول مره تحصل حصلت مع بنتي كانت لسه في الحضانه، وبعد ما كانت سنها 3 سنين كانت اول مره تعرف الفرق بين ان في حد اسمه مسلم وحد اسمه مسيحي. جت قالت لي هم راحوا حصه القران وانا عايزه ادخل معاهم عشان صحابي هناك. طب هم عملوا ليه دلوقتي ده؟ انا ما عنديش مشكله ان نعزز الحتت الدينيه عند الاولاد، بس مش دلوقتي. ف
فايه نعمل ايه؟ نعمل ايه لو كده في يوم ما خلينا نحلم يا ونقول يا رب. في يوم ما يبقى بنعلم الجانب الاخلاقي في الاديان في المدارس ليهم كلهم الاديان كلها فيها جانب اخلاقي قوي ما نقدرش ننكر ده في كل الاديان السماويه واللي مش سماويه كلها عندها معيار جيد جدا او جرعه جيده من الاخلاقيات مشتركه بين كل بين الاديان كل الاديان فده اللي حضرتك بتقول نقصد نركز على الحته دي والاختلافات مش مكانها المدرسه والحضانه خالص خالص ان هم يتفصلوا عن بعض دي حاجه مؤسفه جدا بتبتدي زي ما انت قلتي في سن صغير وتحط بذور الاختلاف بيننا وبعدين هم بتعلموا ايه لا هم صح هو احنا صح هم غلط لا طبعا بيعبدوا ربنا غير اللي احنا بنعبده طب انه ربنا فيهم هو الصح التساؤلات دي بدري جدا في المرحلة دي لكن لما نطلع الجانب الاخلاقي من الاديان ونعلم معا نقعدوا مع بعض ويتعلموا الاخلاقيات اللي نابعة من الاديان الحقيقة دي يعني اولا ما فيش الفرقة بين الاثنين ما فيش ده حاجة وده حاجة بتدينا وحدانية فيما نتعلم والحاجة الأساسية إنه ده أساس الدين ده أساس الدين وإحنا حولنا الدين إلى شوية شعائر وده بيصلي إزاي وده بيقول إيه وما بيقولش إيه وده بيصوم إمتى وده حولنا الدين لحاجات هامشية طقسية لا قيمة لها ولا معنى لها فعلا انا فاكره يعني حضرتك قلتها لي يمكن من سنتين يا نانا الدين اخلاق صح بجد لو احنا هو ده اللي ربنا عايزه مننا عايز ينقل اخلاقه لينا وهو عايز الله يريد منا ان احنا اخلاقياتنا تتغير وتتشبه بيه هو ده معنى الدين ده عمق اعماق الدين مش اكتر من كده نيجي للكور نيجي لعمق اعماق الدين ونعلمه في المدارس طيب الى ان الى ان المدارس تعمل كده وده حلم وده عينة كده يا رب يتحقق فحضرتك بتقول الدور الاكبر عن الاهل ان انا اقول ان احنا مختلفين لكن اركز على الجانب الانساني والاخلاقي ان احنا واحد في الحته دي صح ده جدير بحبي اكتر من اي حد تاني أوكي. مختلف عني أوكي. ده يعني اروح لي وأوري له إن أنا بحبه دي يعني قد إيه مش بس إن أنا أقول له خليك كويس معاه ولا بتاع يعني أوصل لإبني حقيقة إنه أنت بتلعب مع أصحابك ربما بتروح مكان للعبادة وبتتقابل دول لكن التانيين دول أنت مش بتقابلهم غير في المدرسة فدول يعني جادرين بمحبتك وباهتمامك والتبسط معهم في العلاقة أكتر من غيرهم حتى وبرضو نرجع ونقول إحنا فاكرين العيال عبيطة العيال سزج العيال مش فاهمة حاجة وهم بيشربوا الطائفية والتعصب الديني بيشربوه من البيت طبعا. قبل ما نقول راحوا مش عارف الكتاب ولا راحوا مدارس الأحد ودول علموهم إيه وعلموهم إيه لا بيشربوهم من البيت طيب يا رب احنا بنقول اهو واللي عنده ودان للسمع يسمع ويتعلم يا رب انا عارفه ان موضوع الاختلاف كبير لكن هاخد اخر سؤال مع حضرتك في الحته دي انا ابني مختلف مثلا ابني تخين عنده اعاقه معينه ودن في مناخير في رجل كده بحاول اقدم له قبول وعلى قد ما اقدر والكلام ده لكن بيتواجه اختلافه ده من الناس التانيه بطريقه بتضايقه اكتر هو يعني لو انا بحاول اعمل الدور اللي عليا ان انا اوصله انت مميز والكلام ده اللي احنا بنسمعه يعني وبنحاول نطبقه لكن الحته دي تعباه قوي لانه بيسمع تعليقات بايخه اعمل ايه سؤال معقد وانا متوقع منك اسئله لا خلي بالك انا مش سهل انا واضح واضح وانا قلقت انا كنت قلقان بس بعد قلقت اكتر كمان انه لما يبقى ابني يعني عندك حاجات قابله للتغيير وحاجات غير قابله للتغيير تمام كقانون عام يعني على قد ما اقدر مش دايما بقدر اعمل كده لكن على قد ما اقدر ان انا لو هو مثلا
بياخد ما ياخدش باله في الاكل، بياكل حاجات غلط، اديت لي مش عارف ايه، ان انا اعمل نظام اكل في البيت ونتفق على حاجات ما تتاكل وحاجات ما تتاكلش، ونقول له كنوع من دستور البيت انت تفكرني وانا افكرك. يعني نخش، ما بقولش انها سكه سهله، لكن على قد ما نقدر نهتم انه ما يبقاش في حاجه بتحصل في المدرسة تثير السخرية ضد. أوكي. على قد دي الحاجات اللي نقدر نتحكم فيها. يعني المدرسة غابة لأن نعرف والعيال مع بعض فظاع. فإن أنا ما أحطش ابني في ظروف إنه يبقى في سخرية موجهة لي على قد ما أقدر، لكن في حاجات ما عنده مشكلة صحية، عنده مشكلة رجله فيها حاجة، يعني حاجه خلاص ملهاش حاجه تتضرب. الاطفال ده منتشر جدا، كان مشكله كل فصل تلاقي فيه 2-3 بالصوره دي. بصي المبدا الاساسي انه ياخد جرعه كافيه من ابوه وامه بالمحبه والقبول، ما يبقاش تزيد عن اللي بياخدوها اخواته، برضو لازم ناخد بالنا من كده. اوقات الطفل بيبقى كده بياخد حب وقبول اكتر من اخواته، ما يبقاش اكتر، لكن يبقى مش اقل، وبنديله شعور بالقيمه من خلال التشجيع والى اخره. وقيمتنا بالنسبه لاولادنا كبيره. يعني لما انا بقول كلام مشجع لي واوري له ان انا بفتخر بيه وانه هو عمل حاجات، بيرسم حاجات كويس قوي ومش عارف بيعمل ايه وبيعزف آلة موسيقيه، ايا كان الحاجات اللي هو بيعملها وانا بشجعه عليها، قيمة تشجيعي لي قيمة كبيرة بالنسبة للتكوين. فالجرعة دي تقضي اللي هو هيواجهه لما يسمع تعليقات؟ مش هتقضي تماما، هيتوجع من تعليقات الناس. في تعليقات وفي تمييز، والعيال مع بعض قساه فوق الوصف، عندهمش ذكاء اجتماعي خليهم حتى يتلاقموا انه ما يقولش. يعني بيقولوا حاجه صراحه، بيقولها يعني وش كده وبيقولها بصوره جارحه، ولكن انا لن املك مطلقا ان انا اتحكم فيما يحدث في المدرسه. كل اللي اقدر اعمله ان انا اديهم جرعه تكفي من البيت، ويعرف انه هيحصل كده، ولما يحصل كده هو هيبقى يعني شوية شوية هيبتدي يتعايش مع نظرة الناس لي، ومش هتبقى بتأثر عليه بدرجة ضخمة، هتوجع في الأول خصوصا لو كان مش مستعد ليها، هتوجعه قوي، لكن بعد شوية خلاص هيعرف ان الناس بتبص لي لان انا بمشي بالطريقة دي. واوقات اللي بيبقى كده ده بيتوجع وعايز يعمل تعويض، تعمل بصورة طبيعية فيتفوق في أمر ما، بتسيبي حاجة دورة طبيعية للبحث عن الشعور بالقيمة. كلنا بنبحث عن الشعور بالقيمة، ولما يبقى عندي مشكلة بتقلل شعوري بالقيمة وبتقللني في عيون الآخرين، بدور لها على بديل، خصوصا لو أنا عندي يعني شعور بالقيمة باخده من البيت. لكن لو أنا الدنيا ملطشة معايا من البيت والغيط البيت والمدرسة، وضعي صعب جدا. لكن لو عندي جرعة كافية من البيت، ده بيساعدني ان انا ممكن ابحث عن شعور بالقيمه في حاجه تانيه، ان انا اتفوق في امر ما. ودي مش حاجه غلط، يعني حضرتك بتقول عليها مش حاجه غلط، بتحصل بصوره تلقائيه يعني، واحنا بندعمها بتشجيعنا لهذه الامور لما تحصل ولما تبان منه. فحضرتك قلت حاجة برضو أساسية قوي، أني مع الجرعة بتاعة الحب والقبول اللي أنا بقدمها، أني أنا كمان محتاجة أقوله أنه هو هيسمع تعليقات غلسة، وأن الناس هتشوف أنه هو مختلف، فأنا كمان لازم أقول الحتة دي، ما أعملش نفسي سوري يعني عبيط لا بلاش أجي ناحيتها ومش عارفة إيه، لا أقول أنه هو هيحصل، بس أنا كمان بساعده أنه يطور مواهب. أنه يبقى صحيح أنا رايح في الفصل وعندي مشكلة في رجلي، لكن أنا أحسن واحد بيلعب موسيقى، أنا مش عارف بقرأ كتب كتير، أو أنا عندي معلومات عن إيه، فبساعده أنه يطور وينمي مواهب تحسسه بالقيمة في وسط هذا المجتمع. جميل، شكرا يا دكتور، ميرسي قوي. عفوا، انا عارفه ان الكلام عن الاختلاف كتير خالص، لكن احنا عايزين الصراحه نستغل وجودك في مواضيع تاني، فهنكتفي بالاختلاف لحد كده، والمره الجايه هنتكلم معاك في حاجه تاني مهمه برضه. ميرسي ليك.
ابني ومفتاحه، بنقول شويه مفاتيح كده كل شويه مع ناس عظماء زي الدكتور ماهر. اسمعونا في الحلقات اللي جايه، ومن فضلكم من فضلكم لو ما سمعتوش الحلقه اللي فاتت دوروا عليها علشان تعرفوا مفاتيح كده في عيالكم عن الاختلاف. علشان نوصل للمرحلة اللي شفناها مع الأطفال في الحلقات اللي فاتت لما كنا بنسألهم عن الاختلاف، إن نقول عادي 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 وقلبنا ومخنا يبقى زي ما هم بيقولوا إنهم عادي عادي عادي، وزي ما قلنا في الحلقة دي واللي قبلها إنهم هم بالنسبة لهم الاختلاف بسيط جدا. مهم جدا كنا نسمع الكلام اللي فات ده، لو أنا مختلفة ولو ابني كمان مختلف ولو عندنا حاجة مش شبه باقي الناس نتعامل معاها إزاي؟ كان عندكم الخطوات وكان عندكم شوية مفاتيح من اللي سمعتوها عن الاختلاف. من فضلكم للحلقة دي كانت مهمة جدا، وكان في حلقة تاني كمان بفكركم تسمعوها عن الاختلاف برضو، واتكلم فيها برضو الدكتور ماهر وقال كلام مهم جدا. أرجوكم بجد بجد كل الناس اللي عرفوا يعني ايه اختلاف وفهموا انه كويس قوي ان مفيش فرق بين محمد وبين ملاك، ومفيش فرق بين واحد لونه أسمر وواحد لونه فاتح، ومفيش فرق بين واحد بيفكر بطريقة غير الطريقة اللي أنا بفكر فيها، كل الناس اللي فهموا ده انه عادي 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 زي ما قالوا الأطفال في حلقاتنا، الناس دول هم أكتر ناس عايشين في سلام وسعادة ومحبة بين باقي الناس. من فضلكم اسمعوا الحلقة دي والحلقة اللي فاتت عن الاختلاف علشان تتعلموا كويس قوي مفتاح مهم جدا 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 جدا، لو زرعناه في أطفالنا وهم صغنانين قد كده هنضمن انهم لما يكبروا هيعيشوا هم اللي ما ينشروش حروب، وهم اللي ما بيكفروش الناس. اللي بنعمله في عيالنا دلوقتي هو اللي هيطلع عليهم لما يكبروا، دول من الناس اللي بيكفروا باقي الناس، ولا دول من الناس اللي شايفين كل الناس عادي 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 عادي. شكرا ليكم، واشوفكم في حلقة تاني من برنامج ابني ومفتاحه. كل حاجة بتتمناها علشان تقدر يوم تلقاها بيبقى ليها طريقة وشكل على ولدك لحسن يتطبع بطباعك تبان طبع.